طيب نروح بقى دلوقتي للنوستالجيا، الفقرة اللي بتكون معانا تقريبا كل أربع، وإحنا وصلنا بقى دلوقتي إن إحنا اتكلمنا في الأسابيع اللي فاتت عن البطولات، إحنا دلوقتي آخر بقى بطولتين توج بهما الأهلي من دوري أبطال إفريقيا. زي كل أربع زي ما كنت بقول لحضراتكم إحنا بنحكي قصة مختلفة. في 2012 تحديدا، ولأن الأهلي زي ما بيقول هو الواجهة المشرفة لمصر وقتها، كمل نجوم الأهلي مشوارهم الناجح، تخطوا عقبة الملعب المالي الصعبة في دور ال 16، ده بثلاثية كانت لمحمد أبو تريكة، وبعدها أعلن المدرب البرتغالي مانويل جوزيه عن نهاية بقى رحلته مع النادي الأهلي ورحل، وكمل مكانه وقتها كابتن حسام البدري في باقي مشوار البطولة مع كتيبة طبعا نجوم كبيرة جدا زي تريكة وغالي وجده ومتعب وسيد حمدي وفتحي وغيرهم من النجوم، حتى وصلوا للمحطة الأخيرة من مشوار البحث هنا عن اللقب السابع عشان يقابلوا الترجي التونسي في نهائي صعب جدا طبعا، نظرا لان ماتش العوده كان هيكون هناك في ملعب رادس يعني على ملعب. طبعا مباراه الذهاب اللي اقيمت في ملعب برج العرب في حضور حوالي 10,000 مشجع يوم 4 نوفمبر كانت مباراه عصيبه بالمعنى الحرفي للكلمه، ولكن بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى وبالضغط الهجومي للنادي الاهلي خطف السيد حمدي هدف التعادل في الثواني الاخيره عشان تنتهي المباراه بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق، وطبعا دي نتيجة غير مرضية وغير مطمئنة بالمرة لا للأهلي ولا لجماهير الأهلي، خصوصا وأن مباراة العودة هتكون على الملعب المنافس، ولكن لأن الأهلي في كرة القدم تحديدا لا يعرف ولا يعترف بالمستحيل، يعني ذهبت كتيبة النادي الأهلي لملعب رادس يوم 17 نوفمبر وتحت قيادة تحكيمية للمغربي بوشعيب الأحرش وأمام أكثر من 70,000 مشجع تونسي، بدأت الملحمة بهدف غالي جدا سجله محمد ناجي جده في الدقيقة 43 عشان ينتهي الشوط الأول تقدم أهلاوي وسيطرة حمراء وصمت رهيب في المدرجات. مع بداية بقى شوط المباراة الثاني حاول المدرب هنا حسام البدري ان هو يأمن هدفه من محاولات نبيل معلول اللي كان مدرب الترجي لإدراك التعادل، ولعب كمان لعب وقتها بزيادة عددية في وسط الملعب، ومن هجمة كانت منظمة قادها النجم وقتها وليد سليمان بمجهود هنقول فردي انفرد وسجل اغلى الاهداف في البطولة في الدقيقة تحديدا 62 عشان يأمن بقى تماما فوز الاهلي برغم تسجيل الترجي هدف في نهاية الشوط الثاني، إلا نقدر نقول إن نهاية المباراة بفوز الأهلي كانت بهدفين مقابل هدف منحته يعني أغلى وأجمل الألقاب.